مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. مواجهتنا الاولى النهارده هنتكلم فيها عن عدد من الملفات المحليه والخارجيه مع ضيفتي الكاتبه اميره بهي الدين. هنبدا بالاهتمام الرئاسي المتواصل بدعم المواطنين الاكثر احتياجا ومكافحه الفقر، سواء كان بالمبادرات المدروسه كما يحدث في مبادره حياه كريمه او برامج الحمايه الاجتماعيه ومنها تكافل وكرامه. هنتكلم كمان عن تطوير وتحديث منظومة النقل لفتح شرايين التنمية في كل المحافظات وليس التركيز على العاصمة فقط. كمان بمناسبة استعدادات الربط الكهربائي مع السودان وغيرها من الدول، سنتطرق إلى نجاحات الدولة المصرية في مجال الطاقة والتحول من الندرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير للخارج. وطبعا هنتابع مع حضراتكم آخر تطورات المشهد الليبي وسيناريوهات وقف التدخل التركي في الشأن الليبي. أما المواجهة الثانية فهنناقش فيها مستقبل العلاقات بين مصر وفرنسا في مجال تكنولوجيا الفضاء بعد توقيع اتفاقية للتعاون اليوم بين وكالتي الفضاء المصرية والفرنسية، وإلى أي مدى يمكن للباحثين والمتخصصين المصريين الاستفادة من خبرات الجانب الفرنسي في هذا الاتجاه. عايزين كمان نعرف أهم مشروعات وكالة الفضاء المصرية خلال المرحلة المقبلة وكيف تساهم في دعم جهود الدولة بمجالات التنمية المختلفة. ضيفي في المواجهة دي هيكون المهندس أحمد يوسف مدير مركز التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية. لكن الأول نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار النهاردة، وخلونا نبدأ أخبارنا بنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس النهاردة استقبل بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، وتم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا. خلونا نشوف هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه برئيس الوزراء الإيطالي في زيارته للقاهرة، مثمنا سيادته العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك، ومؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات في مختلف أبعادها المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة، مشيرا إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومؤكدا حرص الحكومة الإيطالية على ترسيخ ودفع هذه العلاقات بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا ويدعم قدرتها ومؤسساتها الوطنية ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها ويصون مواردها. كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب ريجيني، حيث جدد السيد الرئيس في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا سيادته الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية. كمان أجرى الرئيس السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس لتهنئته بمناسبة إعادة تولي منصب المستشار وتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في النمسا. وأكد الرئيس تطلعه لتعميق وتعزيز علاقات الصداقة المصرية النمساوية والإشادة بما بلغته تلك العلاقات من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة،
خصوصا على المستويين الاقتصادي والتجاري. من جانبه أعرب المستشار النمساوي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس وتقدير بلاده للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمعها بمصر، وتأكيد رغبة النمسا في مواصلة دفع التعاون المشترك على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع الإشادة في هذا الإطار بجهود مصر في مكافحة الإرهاب وبالنموذج المصري. نروح للقوات المسلحة اللي بتواصل تنفيذ المناورة قادر 2020. نفذت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. المناورة قادر 2020، حماية وطن. في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة قادر 2020، نفذت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة. بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة. تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عدد من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء. كذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحي لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية. وقامت عناصر الجيش الثالث الميداني بمداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء. واستمرت العناصر في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء. وفي إطار خطة الفتح الاستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة، قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالي، تضمنت اصطفاف القوات المشاركة وتنفيذ إجراءات التحميل والفتح الاستراتيجي لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية مشروعاً تكتيكياً بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية، أظهر ذلك مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية. كما قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. ونفذت عناصر من الدفاع الجوي العديد من الرمايات لمعاونة أعمال القوة على كافة الاتجاهات. المناورة قادر 2020،
في ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة فائقة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. المناورة قادر 2020 حماية وطن. وننتقل لهيئة الرقابة الإدارية التي أعلنت عن تفاصيل ضبط قضية جديدة لجأ فيها المتهمون للرشوة والتزوير للإفلات من العقاب على مشاركتهم في عمليات إرهابية. الرقابة الإدارية قالت في بيان لها النهاردة إن وقائع القضية جاءت عقب توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية لهيئة الرقابة الإدارية للإبلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد الأطباء أطباء الإسعاف المحالي للمعاش من ذات المستشفى وآخر في مقابل قيامه بإدراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ بالمستشفى لإثبات مرضه واحتجازه بها خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة. وانطلاقا من الوعي والحس الوطني لدى موظف الاستقبال بالمستشفى قرر مجاراتهما في طلبهما وبادر بالإبلاغ الفوري والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية. تم إجراء التحريات عن الواقعة وتبين صحتها، كما تبين أن الشخص المطلوب قام مسؤول الاستقبال بالتزوير وإدراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى والمحتجزين فيها خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة، قد شارك في ذلك التوقيت بعمليات إرهابية واستخدم تلك البيانات في نفي الاتهام الموجه له في القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة في جدية التحريات المقدمة من قبل أجهزة الدولة. وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كللت جهود الهيئة بضبط المتهمين وإثبات جريمتهما بالوسائل الفنية، فضلا عما أسفر عنه الضبط والتفتيش من دأبهما على انتحال صفة مسؤولي أجهزة الدولة السيادية ومؤسساتها الصحفية وقيامهما بالترويج لبيع قطع أثرية فرعونية وتهريبها خارج البلاد. نروح للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، واللي النهاردة سلط الضوء على حصاد قطاع الأوقاف خلال عام 2019 في إطار سلسلة رصد لإنجازات الحكومة خلال العام الماضي. خلونا نشوف هذا الإنفوجراف ونرجع نكمل أخبارنا.
شهدت لبنان منذ قليل وقوع اشتباكات ومواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، وحاول بعض المحتجين اقتحام المصرف وإغلاق الطرق المؤدية له. رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قال إنه يتولى تصريف الأعمال بالشكل الكامل الذي ينص عليه الدستور، وذلك ردا على من يتهمونه بالتقصير في أداء مهامه. احنا معانا على التليفون الأستاذة جايلان جبر، الكاتبة المتخصصة في الشأن اللبناني وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير يا أستاذة جايلان، وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة. أهلا وسهلا. قولي لي، شايفة إزاي تصاعد الاحتجاجات في لبنان ومحاولة اقتحام المحتجين لمصر في لبنان؟ الحقيقة الأحداث أصبحت الآن على لبنان خطيرة، لأنه الاحتجاج ليس فقط سياسي أو اقتصادي، ولكن أصبح أيضا خطر أمني على لبنان يحدث في لبنان. الشارع يحتاج لمدة 88 يوم حتى الآن، لا يوجد حكومة أو عهد أو نواب يستمعون إليه، لا يوجد أي من النخبة السياسية تحاول أن تحتوي هذا الغضب، وبالتالي فقدت الثقة في هذه النخبة السياسية. أصبح هناك حكومة، رئيس حكومة مكلف لا يستطيع أن يشكل حكومة، وهو حسان دياب لا يستطيع أن يشكل حكومة أكثر من شهر الآن يحاول أن يشكل حكومة. أصبح هناك أيضا حزب الله وأمل، حركة أمل والتيار الوطني الحر، الثلاثة يعرقلون تشكيل هذه الحكومة، وأصبح هناك الغطاء مرفوع من هذا الرئيس المكلف الذي لا يستطيع أن يشكل. الشارع غاضب، الشارع يريد أن يشعر بالأمان في الكهرباء، في الماء، في الخدمات الصحية. لبنان تفتقد أيضا كل المقاومات للاستمرار، لأن حالتها الاقتصادية مع المنظمات الدولية أصبحت أيضا هناك مطالبات لا تستطيع، ونحن سمعنا عن أزمة الأمم المتحدة أنها تأخرت في سداد مستحقاتها للأمم المتحدة، وقالت الأمم المتحدة أنها ممنوعة من التصريح. يعني في كل مادة في هناك عزلة على لبنان أيضا. وطبعا الأحداث الإقليمية اللي حصلت مؤخرا أثرت على قرار حزب الله وحركة أمل تشكيل هذه الحكومة، وأصبح هناك نتائج حكومة سياسية تكنوقراط سياسية وليس فقط تكنوقراط كما يريد الشعب، فهذا ما صعب على الرئيس المكلف في تشكيل هذه الحكومة، لأن الشعب لا يريد من هذه النخبة من السياسيين أو من الوجوه المستهلكة المحروقة التي تتهمها المظاهرات والشارع لسان يتهمها بالفساد. طب متوقعة إيه؟ توقعاتك إيه لسيناريوهات تطور الأحداث خلال الساعات القادمة يا أستاذ جايلان؟ أنا أتوقع أن هناك مخاطر أمنية ستحدث في لبنان، لأنه استمرار عدم احتواء الشارع، استمرار الاحتقان في الشارع، وعدم الكهرباء، وعدم مواد تموينية، والأسعار والدولار سعر العملة اللبنانية الذي أصبح يتصاعد بدون رقابة. لكن شفنا مظاهرات أمام البنك المركزي عندهم أو بنك مصر في لبنان، هناك مظاهرات وهناك محاولة للدخول وكسر كل الحواجز، كل هذا هو اعتراف على المعاملة البنكية والمصارف مع الشعب اللبناني، لأن هناك سعر الدولار الذي أصبحت العملة يمكن تقدر نقول أنها أصبحت الدبل أو يعني ارتفعت، أصبحت 3000 ليرة بدل 1500 ليرة للدولار. هناك عملة كمان تنخفض، هناك مواد غذائية تنقص. في ظل ده كله عايز أبلغ خبر كمان، غدا افتتاح المركز المصري الطبي سيكون غدا بإذن الله، وده دليل أن مصر تقف مع الشعب اللبناني وتقدم من المركز الطبي خدمات طبية، جراحة وأمراض نساء وأطفال وعظام، عدد من الأقسام الطبية مع الدواء مجانيا لدعم الشعب اللبناني في أزمته الحالية. وده طبعا دليل على وقف الشعب اللبناني، وقف الدولة المصرية مع الشعب اللبناني، وده الجيش المصري هو اللي عامله خدمة للشعب اللبناني. أشكرك شكرا جزيلا، الكاتبة الصحفية الأستاذة جايلان جبر المتخصصة في الشأن اللبناني، شكرا جزيلا لك. نروح لتداعيات وفاة المسجون مصطفى قاسم المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما في قضية فض اعتصام ربعة. المتحدث باسم وزارة الداخلية أكد في بيان له أن المحكوم عليه مصطفى قاسم خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي ضمن متهمين آخرين، وتم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته وإدانة من تم ثبوت ضلوعه في القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع في القتل ومن بينهم المذكور.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية ردا على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة قاسم مزدوج الجنسية من ادعاءات تتعلق باحتجازه منذ عام 2013 وتعرضه لمحاكمة سورية والمسؤولية عن تدهور حالته الصحية، أن المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية، وهذا هو رد الداخلية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلا عن تلقي زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها بالإضافة إلى جنسيته المصرية، مشددا على أن قاسم أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح في أكثر من مناسبة له بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصة مع إصابته بمرض السكر، وتم توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها الأخرى. أيضا المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب وفاته، كما أمر بطلب ملفه الطبي وبسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى قصر العيني وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة. وكان المتوفى قد نقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة لتلقي العلاج هناك، غير أنه فارق الحياة. المسجون مصطفى قاسم واللي بيحمل الجنسية الأمريكية جاء اسمه ضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة لمحكمة الجنايات في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة الشهيرة بفض اعتصام ربعة. وتبين أنه في غضون الفترة من 21/6/2013 وحتى 14/8/2013 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة انضم إلى عصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة، وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي. احنا معانا على التليفون الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. مساء الخير يا أستاذ علاء وأهلا بحضرتك. النور، أهلا بحضرتك أستاذ ريهام وأهلا بسيادة أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا، وقولي شايف إزاي تعمد بعض الأفراد يعني حمل جنسية أخرى في وقت ما لتفادي وتوقيع عقوبات جنائية عليهم طبقا للقانون المصري وللقضاء؟ طبعا الله يرحمه بداية، لكن هو في كل أحوال القانون والنطاق المكاني القضائي في كل أحوال لا ينظر إلى فكرة جنسية المتهم أو جنسية المدان في كل أحوال، لأنه حتى لو كان عابر أو زائر مش بس يحمل جنسية البلد الأصلي بتاعته، هو ارتكب عقوبة، ارتكب جريمة يعاقب عليها أمام القضاء طبقا لهذه الجريمة وطبقا لتعريفها في القانون الموجود. وبالتالي ده أمر طبيعي جدا جدا، ما فيهوش أي يعني أي نوع من أنواع المخالفات لا المعايير الدولية ولا الفقه القانوني السائد في كافة الدول. يعني لو أي حد عابر لأراضي أي دولة أو بيحمل جنسيتها وعنده جنسية دولة أخرى وارتكب جريمة على أرض أي دولة، فالطبيعي جدا أن يعاقب عليها في هذه الدولة ويقضي عقوبته في هذه الدولة، ما فيش شيء إطلاقا يمثل خرق أو انتهاك لمثل هذه الأمور. طب الحالة الطبية للمسجون أثبتت أنه كان بيتلقى العلاج المطلوب على أكمل وجه داخل مستشفى السجن في البداية، ولما استدعت الحالة نقله إلى مستشفى للخارج تم نقله فورا إلى مستشفى قصر العيني، إلى أي مدى ده بيدحض أي روايات أخرى بتتكلم عن وفاة غير طبيعية؟ الحقيقة البيان المهم اللي صدر عن وزارة الداخلية بيان مهم وفيه جملة من الحقائق الضرورية جدا اللي كان لابد من الكشف عنها، وأعتقد ده شيء مفيد. الضمان الأهم على الإطلاق هو التحقيق اللي هو تلقائي يتم من النيابة العامة عند تعرض لأي شيء، لأنه هو لما كان مضرب عن الطعام النيابة العامة انتقلت إليه واستمعت إليه وأمرت باستمرار الرعاية الطبية الخاصة بيك، أيضا توفرت له رعاية طبية وكان عنده نصيحة نظرا لإصابته بمرض السكر من إن هو يتوقف عن الإضراب عن الطعام، لكنه أصر على مواصلة الإضراب وتم نقله في حالة تدوره الصحية إلى مستشفى خارجي يتوافر فيه يعني الكفاءات المهنية والأكاديمية الكاملة للمستشفى الجامعي المنير الجامعي، وكان موضع الرعاية مناسب، لكن هو أصر على المواصلة الإضراب عن الطعام. هو يشعر أنه يعني يستدعي الأمر أنه لابد أن يكون هناك أمر مختلف، فأن يكون هناك نوع من أنواع العفو أو يكون هناك نوع من أنواع الإفراج أو ما إلى ذلك. هذا كان تصوره وتصور كثيرين آخرين اللي هم بيشعروا بمظلومية أو مخطوفين ذهنيا في اتجاه فكرة أنهم أصحاب حق وأنه لا يجب حبسهم أو معاقبتهم على جرائم ارتكبوها.
للأسف الشديد وفاة زمنية، ويعني ده شيء بيحصل في أحوال أوضاع كثيرة. كنت بتصور أنه أيضا مهم جدا في إطار خطة وعملية تصوير السجون اللي هي مستمرة من العام 2014، لأن احنا كنا بعتنا للسيد رئيس الجمهورية في 2014 أن في تركة ثقيلة جدا في قطاع السجون. ابتدت عملية تطوير شملت البنية التحتية الأول، ثم انتقلت إلى توفير الخدمات بشكل كامل في 2015، ثم تطوير البرنامج الاجتماعي في 2016، وتأهيل الضباط في 2017، واتباع سياسة موسعة في العفو والإفراج الشرطي لمن تطابق عليهم الشروط طبقا للقانون، وتعديل قانون السجون ولائحة السجون أيضا اللي تم وضعها بالتشاور مع مجلس قومي لحقوق الإنسان. ومؤخرا كان في أيضا فكرة انفتاح شفافية بعد شوية متردد من خلال فتح السجون أمام زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب، ثم أخيرا منظمات غير حكومية منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وهناك خطوة أنا أعتقد أنها مهمة جدا في المرحلة القادمة، من شأنها أيضا أن توفر أداة وطريقة لحل أزمات من هذا النوع مثل آلية الوقاية المستقلة، اللي هي دي اللي هيكون عندها قدرة بموجب قانون إنشائها منها تدخل في الأحداث اللي هي ممكن تحتاج نوع من المعالجة المتضافرة ما بين العلمي والأمني والقانوني والسياسي. يعني فمهم جدا بعتقد، وهذا مشروع مقدم للسلطات المصرية منذ 6 شهور وهو موضع دراسة، ونأمل أنه هو يكون قريبا جدا في اليد عشان ما يكونش فيه قضايا من هذا النوع ممكن تتكرر وتستخدم استخدام زي ما احنا عارفين في اطار فكره صناعه الاخبار الصادقه والتقارير المجهزه ومحاوله صنع صوره محدده بهدف يعني تحقيق اهداف سياسيه واراء سياسيه. طيب الله يرحمه. الله يرحمه. لكن التحقيق مع المسجون مصطفى قاسم تم بمعرفه النيابه العامه استاذ علاء، وهي جهه قضائيه يعني محايده ومستقله، وتم مواجهته الحقيقه بالاتهامات المنسوبه اليه كلها والادله عند استجوابه، وتمكن من ابداء دفاعه واقواله. يعني الى اي مدى كمان ده بيعكس يعني انه التحقيقات كانت مستقله تماما وكانت شفافه كمان؟ هو حكم في اطار محكمه مدنيه عاديه جدا، وتعرض لاجراءات طبيعيه جدا، لم يتعرض امام محكمات استثنائيه من اي نوع. المساله اللي حضرتك بتوصيها جوهريه جدا فيما يتعلق بالنيابه العامه، لان النيابه العامه خلال 4 سنوات الماضيه لم تتوانى او تتردد في احاله حوالي 250 شرطي الى المحاكمه الجنائيه في 32 واقع التعذيب وسوء معامله. وزاره الداخليه ايضا خلال نفس الفتره احالت 350 شرطي الى محاكمات تاديبيه، وأدانت معظمهم وعزلت 90% منهم من وظائفهم أيضا كذلك. يعني إن على مستوى فكرة الإرادة والإصلاح والتحسن، لا في حالة تقدم. على مستوى فكرة الشفافية ده أمر مهم، نحث السلطات المصرية على الاستمرار فيه، لأنه مؤخرا هذه الشفافية أثمرت استثمارا إيجابيا فيما يتعلق بعرض ملف مصر أمام مجلس المراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة. وأيضا مهمة جدا الخطوات الأخيرة بالانفتاح على زيارات السجون للمنظمات المستقلة، ونعتقد انه ان شاء الله في القادم من الايام انشاء اليه مستقله للوقايه هيكون له شان كبير في معالجه اي قضايا ذات طبيعه معقده. طب عايزه برضو اتكلم في فكره انه تم مناظره المتهم يا استاذ علاء للتاكد من انه جسده خالي من اي اثار اصابيه، وكمان تم اثبات ما تبدي يعني النيابه العامه من ملاحظات. شايف برضو الجزئيه دي واهميتها ازاي؟ ما انا قلت لحضرتك ان النيابه العامه احالت في 32 واقعه تعذيب وسوء معامله، احالت 250 شرطي للمحاكمه الجنائيه، وتم ادانه نصفهم تقريبا بشكل نهائي، وبعضهم جرب محاكمته، وعدد قليل تم تبرئته. النيابه العامه لم تتردد في انها في حالات كثيره، وعايز اقول ال 32 حاله دول فيهم 15 حاله من قام بالبلاغ فيهم هو المجلس القومي لحقوق الانسان، المنظمه العربيه لحقوق الانسان، وايضا المنظمه المصريه لحقوق الانسان. لكن في 17 واقعة أخرى النيابة العامة تحركت من تلقاء نفسها، بمجرد ما حققت في وقائع بالاحتجاز اتخذت المبادرة تلقائية وأكملت تحقيقات جنائية وأحالت المتهمين المحتملين إلى المحاكمة بعد ثبوت أدلة محددة بشأنهم. فالنيابة العامة في الحقيقة تلعب دور إيجابي جدا، ودور حيادي وموضوعي، ودور متميز جدا، ويعني مقدر جدا جدا في الوقت الحالي من جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية، وايضا من جانب حتى يعني كل المصادر العمل المهني، يعني النيابات العامه في الدول الاخرى وما الى ذلك. في الحقيقه النيابه العامه بتلعب دور مهم جدا واساسي وجوهري وذات حياد موضوعي كبير ومهم، وهي ضمانه اساسيه للعداله. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ علاء شلبي رئيس المنظمه العربيه لحقوق الانسان.
خلونا نروح لجرائم النظام التركي. موقع جريك ريبورتر اليوناني أكد أنه في الفترة الماضية زادت الاستفزازات التركية في بحر إيجا وتصاعدت بشكل حاد في أواخر عام 2019 وفقا لبيانات صدرت مؤخرا عن هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني. وقال الموقع ذروة الممارسات حدثت في أوائل شهر ديسمبر عندما وقعت أنقرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع ليبيا ترسم الحدود البحرية بشكل تعسفي بين البلدين، كما أن عدد انتهاكات الطائرات العسكرية التركية للمجال الجوي اليوناني الوطني وصلت إلى 4811 انتهاك في عام 2019، مما شكل أكبر قدر من الانتهاكات في عام واحد منذ عام 1987. كمان انتقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس أنشطة تركيا في بحر إيجا وشرق البحر الأبيض المتوسط، مع التأكيد على أن هذه الممارسات ستؤدي إلى عزلة أنقرة على المستوى الدولي وفقا لموقع كاثيميريني اليوناني. كما أشار وزير خارجية اليونان إلى أن مذكرة التفاهم بشأن الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا تعد لاغية وباطلة وستزيد من زعزعة استقرار ليبيا والمنطقة ككل، وأضاف أنه من المهم بالنسبة لليونان أن تدرك دول المنطقة عدم شرعيتها. إحنا معانا للتعليق على الخبرين دكتور بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا دكتور بشير، أهلا بيك. طيب معانا دكتور بشير عبد الفتاح. طيب يعني طبعا جرائم النظام التركي لا تتوقف ومتواصلة، سواء كان جرائمه في الداخل التركي أو كان في محيطه أيضا الأوروبي أو حتى في منطقتنا العربية، يعني هو دائما نظام ساعي للعدوانية ضد الجميع، ضد من هم جيرانه، ضد من هم أيضا ليسوا بجيرانه، يعني فيما يخص الدول العربية دائما له أيادي الحقيقة ملطخة بالدماء، ملطخة بالإرهاب، ملطخة بالفساد، بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، بالبلطجة الحقيقة، كيف يعني زي ما بيقولوا شايفين كيف يسعى إلى أن يكون له دور ليس بدوره يعني في منطقة المتوسط وشرق المتوسط. معانا دكتور بشير عبد الفتاح، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ريهام، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. والحقيقه يعني خبرين مهمين. اول حاجه، اول خبر عايز اعرف ايه اللي توقفت امامه فيما جاء بتقرير موقع جريك ريبورتر اليوناني حول ان تركيا تصعد من الاستفزازات ضد اثينا وتؤجج التوترات في بحر ايجا. الحقيقه يا استاذ ريهام انه الممارسات التركيه التي تنطوي على خروقات وانتهاكات للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية حيال اليونان فيما يخص بحر إيجا ليست بالجديدة، ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى سنوات بسبب خلاف حول ترسيم حدود بحرية وإدارية في منطقة بحر إيجا. وتزايد الأمر بشكل مكثف بعد اكتشاف ثروات طائلة من النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط، في الوقت الذي لم تكن دول عديدة في شرق المتوسط قامت بترسيم حدودها البحرية وتعيين مناطقها الاقتصادية الخالصة. الصراع بين تركيا واليونان صراع معقد وقديم داخل فيه السياسة والاقتصاد والدين والثقافة والإرث التاريخي، هو صراع معقد للغاية ومتشابك الأبعاد الحقيقة. تزايدت وتيرته كما قلنا بعد اكتشاف ثروات شرق المتوسط، وفي نفس الوقت الأزمة القبرصية التي اندلعت في ستينيات القرن الماضي وتفاقمت في العام 74 حينما احتلت تركيا الشطر الشمالي، وصولا الى التنقيب عن النفط والغاز الان مع غياب ترسيم واضح للحدود البحرية، والان الخلاف بشأن ليبيا وقيام اردوغان بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة السراج اقتسم خلالها البحر المتوسط بين ليبيا في الجنوب وتركيا في الشمال، متجاهلين حقوق اليونان وقبرص اليونانية. لذلك تزايد وتيرة الخروقات والانتهاكات يأتي على أثر توقيع مذكرة التفاهم التركية
السراجية التي تخول تركيا بشكل غير قانوني العبث بمنطقة شمال المتوسط متجاهلة حقوق اليونان وقبرص. طب وزير الخارجية اليوناني الحقيقة نيكوس دندياس ما يعني انتقد ممارسات تركيا في بحر إيجا وشرق البحر الأبيض المتوسط وتوقع عزلة أنقرة دوليا، شايف هذا التصريح إزاي وتوابعه إيه على نظام إردوغان محليا وخارجيا؟ سريعا يا دكتور اتفضل. خلينا أقول لحضرتك أنه اليونان وقبرص تقدمت في مرات عديدة للأمم المتحدة بشكاوى ضد تركيا بسبب انتهاك مقاتلات تركية للأجواء القبرصية واليونانية وانتهاك سفن حربية تركية للمياه البحرية القبرصية واليونانية. يعني هناك شكاوى ودعاوى قضائية رفعت ضد تركيا لهذا الغرض، والآن أيضا يتجدد هذا الأمر والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا بسبب هذا الأمر. العزلة ستفرض على تركيا لا محالة بسبب هذه الانتهاكات والخروقات، لكنها ستكون عزلة أوروبية متوسطية ولن تكون دولية بسبب روسيا والولايات المتحدة. الدولتان تمتلكان حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وروسيا لها مصالح الآن مع تركيا، وكذلك الولايات المتحدة توفر غطاء لتركيا في هذه التحركات لأنها توظف تركيا كمخلب قط للسياسات والاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة سواء كان في سوريا أو ليبيا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور بشير عبد الفتاح، شكرا لك. دلوقتي هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الأولى عن أهم الملفات المحلية والخارجية وضفتي فيها الكاتبة أميرة بهي الدين، لكن أسيبكم مع هذا التقرير عن قيثارة السماء الشيخ سيد النقشبندي في ذكرى ميلاده، استنونا. ذكرى المئوية لميلاد قيثارة السماء وأستاذ المداحين الشيخ سيد النقشبندي صاحب الصوت الذي أنشد بأرق كلمات المديح واجتمع على جمال صوته وحسن أدائه الجميع حتى صار صاحب مدرسة فريدة في التواشيح والابتهالات الدينية. ولد النقشبندي في حارة الشقيقة بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدقهلية عام 1920، ثم انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا في جنوب الصعيد، وحفظ القرآن قبل أن يستكمل 8 من عمره، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية. ذاعت شهرته في مصر بعد حفلة له في قرية كوم بدر بمركز طهطا، وأصبح عالما في مجال الإنشاد الديني، ثم انتقل صيته للعديد من العواصم العربية وسافر إلى الكثير من الدول العربية والأفريقية والأسيوية لإحياء الليالي الدينية. في عام 1966 أصبح النقشبندي حديث الناس في الشارع بعد لقائه مصادفة مع الإذاعي أحمد فراج وتسجيل بعض الحلقات لبرنامجه الإذاعي في رحاب الله. ورغم رحيل النقشبندي صاحب الصوت الملائكي منذ فبراير 1976 إلا أنه ما زال يعيش بيننا حتى الآن بابتهالاته وتواشيحه التي تشع بالإيمان. أهلا
اهلا بحضراتكم من جديد. وفي المواجهه دي هنفتح عدد من الملفات على راسها جهود الدوله المصريه في دعم المواطنين الاكثر احتياجا، وايضا طرح اكثر من برنامج ومبادره للوصول اليهم وتوفير مظله حمايه اجتماعيه لهم بتوجيهات رئاسيه مستمره. كمان هنتكلم عن الطفره اللي حصلت في منظومه النقل والطرق مع التطرق لتجربه مصر الناجحه في مجال الكهرباء بدليل التحول من الندره في التيار الى الوفره والتصدير لدول الجوار من خلال الربط الكهربائي. هنناقش كمان آخر تطورات الأزمة الليبية انطلاقا من نتائج اجتماع موسكو. كل ده وغيره من الملفات إن شاء الله الوقت يسمح ونناقشها مع ضيفتي الكاتبة الأستاذة أميرة بهي الدين. أهلا بك يا أستاذة أميرة. أهلا بك يا حبيبتي، مساء الخير. مساء النور، إزاي حضرتك؟ عايزة الحقيقة قبل يعني ما نروح لهذه الملفات، الأول إحنا عندنا لسه كنا بنعرض تقرير عن المناورة قادر 2020. يعني إيه اللي بتتوقفي أمامه في المناورة دي؟ أولا بقف قصاد الاسم قادر 2020، يعني وبعدين في اسم كده تاني حماية وطن، قادر 2020 حماية وطن، يعني دي مناورة كبيرة. أي حد بيتابع هيلاقي إن كل أفرع القوات المسلحة وكل أسلحتها بكل الأسلحة الجديدة اللي مصر جابتها من فترة، بالطيارات، بالأساطيل، بحملات الطائرات في البحر، بالصاعقة، بالقوات الخاصة، بالمظلات، يعني حتى البرومو اللي بيطلع اللي كان في بداية قبل المناورة يقول عندما يعلنوا عن أنفسهم الجيش المصري بيوصل رسالة للمصريين في الأول، أدي جيشكو وأدي قواتكو وأدي أسلحتكو وأدي الاستثمارات اللي احنا استثمرناها في الأمن والعسكرية المصرية اللي بتدينا في النهاية إحساس بالطمأنينة والحماية على جميع المحاور والجبهات الاستراتيجية. أيضا في رسالة للخارج إنه الجيش المصري له ترتيب في تصنيف جيوش العالم، وليه ترتيب البحرية المصرية أيضا ليها ترتيب في بحريات العالم. فكل الكلام ده بنقول أدي الجيش المصري هو، لأنه في أحيانا بعض الناس كده تتكلم كلام غير مسؤول أو كلام مش واقف على الأرض. وطبعا المصريين لأنهم بيقلقوا على بلدهم وبيخافوا عليها وعلى أمنها، أحيانا بعض الناس يعني الكلام اللي غير مسؤول ده بيربكها، أما نرد بالبق بالكلام يعني يبقى ردود غير منتجة، إنما الرد بالقوة بالواقع على الأرض بأننا بنشوف مناورات المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية والأسلحة والطيران والقوات الخاصة والمظلات، بنشوف الأسلحة اللي قعدنا نشتريها الخمس ست سنين اللي فاتوا، حاملات الطائرات، الغواصات، الكذا، بنأمن مصالحنا الاقتصادية في البحر وفي البر، بنأمن حدودنا من الإرهاب ومن الأطماع. طبعا دي رسالة عظيمة. احنا مصر عندها بحرين، يعني عندها شواطئ على بحرين كبار، وهم ليهم يعني خطورة استراتيجية كبيرة. البحر الأحمر احنا عندنا فيه الأسطول الجنوبي، عندنا قواعد ستفتتح قريبا، احنا لغاية باب المندب وتأمين باب المندب كل ده أمن قومي مصري. أما البحر المتوسط فحدث ولا حرج، احنا شايفين الأطماع التركية والمناوشات، وشايفين الإرهاب، وشايفين المياه الاقتصادية وثرواتنا فيها، كل ده محتاج حماية. العافي محدش يقدر ياخد لقمته، ده السيد الرئيس قال، ومصر عافية وقواتها المسلحة عافية. ومن أيام ما الرئيس أنور السادات قال أصبح لمصر درع وسيف، درع تحمي وسيف تدافع وتهاجم دفاعا عن نفسها. فاحنا قادر 2020 هي الدرع والسيف المصري سنة 2020 وما بعدها. ممتاز. طيب بالمناسبة بقى، بمناسبة القادر 2020 والقوة أو القوة العسكرية عندنا في مصر، احنا عندنا قاعدتين عسكريتين كمان مهمين جدا، يعني قاعدة محمد نجيب في الشمال وبرنيس في الجنوب. طبعا أهمية ده إيه؟ احنا عندنا القاعدة دي شمالا والقاعدة دي جنوبا. قاعدة محمد نجيب حدود يعني حدودها مؤمنة فوق وتحت. قاعدة محمد نجيب في الشمال عينها على البحر المتوسط، عينها على الحدود الغربية المصرية بكل ما قد تحمله من، احنا شايفين الوضع في ليبيا النهاردة والميليشيات والإرهاب. فقاعدة محمد نجيب هي درع مصر وسيفها في عين مطلة على البحر المتوسط. قاعدة برنيس على البحر الأحمر، حتى هي اسمها قاعدة
جو بحرية وهي مقر قيادة الأسطول الجنوبي. ما هو في مصر بقت قواتنا البحرية عندها الأسطول الشمالي اللي بيجوب البحر المتوسط يؤمن الحدود والمصالح والمياه الاقتصادية، ثم عندنا الأسطول الجنوبي وقاعدة برنيس تؤمن البحر الأحمر لغاية باب المندب. احنا قريب جدا كان في اتفاق مجموعة الدول المطلة على البحر الأحمر صاحبة المصالح المشتركة وفي قلبها مصر. فمصر مش بس بتنضم لحماية أو للدفاع عن الدول أو عن حقوقها في البحر المتوسط، لا، مصر عندها القوة اللي تؤمن نفسها وتؤمن حلفائها وتؤمن شركائها وتؤمن البحر بكل ما يحمله من دلالات. فإحنا عندنا قاعدة شمالية تطل على البحر المتوسط وقاعدة شرقية جنوبية تؤمن البحر الأحمر، يعني كأن القاعدتين العسكريتين بجد كده بمفهوم درامي رومانسي كأنهم دراعين فاتحين إيديهم واخدين مصر في حضنهم. طيب عايزة بقى أنتقل للملفات اللي قلنا عليها في البداية يا أستاذة أميرة. وعايزة أبدأ الحقيقة بالاهتمام، اهتمام الدولة بالمواطنين الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر احتياجا. الحقيقة أنه مبارح كان في لقاء يعني للرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والرئيس أكد مرة تانية أو مش مرة تانية مرة عشرة ومية وألف كمان الحقيقة على ضرورة الاهتمام بمكافحة الفقر والاستمرار في مكافحة الفقر وأيضا المناطق الأكثر احتياجاً الاهتمام بيها وتطويرها. قوليلي دلالة هذا الاهتمام الرئاسي، يعني احنا يعني طول الوقت الرئيس مهتم وبيتكلم عن هذه المناطق وهؤلاء المواطنين. طيب خليني أقولك إنه امبارح كان بيقابل الدكتور الرئيس السيسي كان بيقابل الدكتور مصطفى مدبولي حوالين محاربة الفقر. النهاردة كان بيقابل فريق كامل الوزير لأسباب أخرى وهنتكلم فيها النقل. من 3-4 أيام كان بيقابل وزير الزراعة بشأن التنمية في الزراعة، وزيرة التضامن، وزيرة التجارة. الحقيقة الرئيس السيسي بيتابع بنفسه كل الملفات المصرية الهامة. طب نيجي لملف مكافحة الفقر، هعمل تنمية وهعمل مشروعات وهعمل جيش قوي وأنا سايبة المواطن الأشد احتياجا وفقرا مطحون، حاسس ان الدولة مش شايفاه، مش واخدة بالها من احتياجاته، مش واخدة بالها من حياته، مش واخدة بالها من تحسين ظروفه، مستحيل تستقيم التنمية هنا. مستحيل اقدر اقول انا دولة قوية وليا هيبة وليا دور اقليمي وليا تحالفات دولية وانا سايبة الفئات الاشد احتياجا وفقرا بلا رعاية من الدولة. الحقيقة مصر من أول لحظة ما بعد 30/6 مع كل المشروعات القومية الكبرى اللي استثمرنا فيها مليارات المليارات، مصر كانت عينها على الفئات الأشد فقرا عبر مجموعة من السبل أو الوسائل اللي النهاردة بقت محل تقييم دولي حتى من المنظمات الدولية. أنا عملت تطوير للعشوائيات وغيرت حياة ناس كانت عايشة في ظروف غير آدمية، هديت البيوت وبنيت مجتمعات عمرانية، مساكن ونوادي ومدارس وجامع وكنيسة وأسواق، وغيرت حياة الناس دي. أنت شلتهم من ظروف شديدة الوطأة والمرارة لظروف أكثر إنسانية. طيب أنا جيت على قرى كثيرة وعملت مبادرة حياة كريمة اللي هي أنا بمسك البيوت بأعيد إحيائها وتجديدها وترميمها وفرشها، فنبتدي نغير حياة الناس. وهي ظاهرة معانا على الشاشة بالمناسبة المبادرة اللي انطلقت في 2019 حياة الناس. هتلاقي الست دي لو فتحنا الصوت هتقول لما المذيع أو المراسل بيناقشها كيف كانت حياتك فيما قبل، قالت مش عايزة افتكر. هي حياتها اتغيرت، بقى عندها بيت مفروش واصل له المية واصل له الكهرباء وآدمي وفي حياة آدمية، فحياتها اتبدلت ومش عايزة تفتكر. لو جبنا الأفلام الوثائقية عن تطوير العشوائيات هتلاقي الأطفال بيقولوا أول مرة نحس إننا مصريين، أول مرة نحس إن مصر شايفانا. ده شيء مهم جدا. أنا بغير حياة الفئات الأشد فقرا واحتياجا، بعمل برامج حمائية تكافل وكرامة، تكافل لدعم الأسر اللي عندها أطفال في المدارس وكرامة لدعم الأسر الكبيرة السن اللي بقت عاجزة عن العمل، بس بدعمهم نقديا بشروط بالنسبة للأسر اللي عندها أطفال. بشروط إيه الشرط؟
شرط عادل جدا، انا هدعمك ماليا بشرط اولادك ينتظموا في الدراسه ويحافظوا على متابعتهم الصحيه. ليه؟ لان انا في النهايه عايزه الاطفال الصغيره دي لما تكبر تبقى شباب قادر خالي من الامراض، مؤهل لسوق العمل، منتج يدعم اقتصاد مصر ويدعم اسرته، مش يبقى اطفال شوارع وناس. فاحنا عاملين تكافل وكرامه، عاملين برنامج مسطورة وهو برنامج إقراض متناهي الصغر، عاملين برنامج اتنين كفاية للحد من الزيادة السكانية، سجون بلا غارمين وغارمات، عاملين مودة لتدريب وحماية الأسر من ظاهرة التفكك الأسري بكل ما يتبعه بقى من أطفال شوارع وإدمان وإجرام وكذا، عاملين حياة كريمة اللي احنا اتكلمنا عنها. كويس، خلينا نروح لهم فعلا بالتفاصيل. حد اتكلمتي عن حياة كريمة، وخلينا نقول للمشاهدين طبعا انه دي مجرد المرحلة الاولى اللي انطلقت في 2019 طبعاً. بتكلفة قدرها 1,147,000,000 جنيه في 47 قرية، عفوا 87 قرية من اجمالي 277. طبعا لسه المراحل ستتوالى بعد طبعاً ذلك، طبعا لانه يعني احنا كتير فلازم نحط جدول زمني بننجز مرحلة ورا مرحلة عشان ما نبقاش كمان بنقول كلام نظري ما بيتطبقش على الارض. كويس، عايزين نروح برضو يعني المبادرات التانية اللي حضرتك ذكرتيها، يمكن نتوقف شوية أمام كل واحدة منهم. مثلا سجون بلا غارمين وغارمات، رصد لها صندوق تحيا مصر مبلغ 30 مليون جنيه لسداد ديون الغارمين والغارمات. قولي لي برضو احنا شايفين انه الدولة والرئيس مهتمين جدا بالغارمين والغارمات، ليه وده هيفرق ايه، يعني وقعه هيكون ايه على المجتمع؟ طيب. احنا الغارمين والغارمات دول اي دراسة اجتماعية لحالتهم هنكتشف الآتي، هنكتشف انهم ناس وقعوا في أسر عادات اجتماعية في معظم الأحوال، ترتب عليها انهم خدوا بضائع ووقعوا على أوراق مالية بقيم كبيرة جدا لا تتناسب مع الحقيقة. ممكن تبقى الست كتبت كمبيالات مثلا 50 كمبيال، لو ما سددتش 2 وسددت 48 ممكن صاحب الأوراق المالية يقدمها للمحكمة بمبلغ كبير هي مش مديونه بيه فعلا. فانتهى الامر ان انا بقى عندي نساء ورجال مش مجرمين، مش مكانهم السجن، ربما محتاجين اعاده تاهيل اجتماعي في انهم ما يخضعوش للضغوط الاجتماعيه والجهاز الغالي والفلوس الكتير، كل الكلام ده محتاج اعاده مناقشه اجتماعيه، لكن مش مكانهم السجن. انا لما بحطهم في السجن اولا بحطهم في مجتمع فيه مجرمين باثر ده وانعكاساته عليهم، ثانيا هم بيحسوا بالمرارة والغضب الشديد، ثالثا أسرهم بتحرم منهم، وإحنا كلنا عارفين إن الست المصرية عمود البيت، لما تتاخد وتتحبس وتسيب أطفال صغيرين مين اللي هيودي المدارس ومين اللي هيذاكر ومين اللي هيودي للدكتور، قد ينتج عندها ظواهر اجتماعية مرعبة إن أنا أدخلها السجن عشان ماضية شوية كمبيالات مش حقيقية، فعيالها تتشرد وده يضيع وده يدمن وده ما يكملش دراسته، فيبقى المجتمع بيواجه آثار ومشاكل اجتماعية خطيرة نتيجة لظاهرة احنا كلنا مسلمين انها ظاهرة غير اجرامية. عشان كده صندوق تحيا مصر بقالنا 3-4 سنين عيد ورا عيد ومناسبة وطنية ورا مناسبة وطنية يتدخل الصندوق ويسدد، وابتدى يبقى فيه مبادرات مصر الخير وضباط الشرطة والفنانين، يعني ناس كتيرة بتشتغل على فكرة اخراج الغارمين والغارمات من السجن، لانهم هم فعلا مش مجرمين، مش ما ارتكبوش جرائم لا مخله بالشرف ولا حتى اقدر اقول جرائم بسيطه، لا هم وقعوا في اسر تشابك علاقه ماليه وتجاريه، يعني انا استلفت فلوس سددت ما سددتش ده مكان الكلام ده المحكمه المدنيه، لكن وانا بستلف ببقى محتاجه لدرجه اني بمضي شيك او ايصال امانه على بياض رغم ان انا مفروض ما اعملش الكلام ده، لكن وطأت الاحتياج بيجبره. فتتحول المسألة من علاقة مدنية تنظمها المحاكم المدنية لأحكام وقضايا جنائية تدخل الناس السجون. الدولة المصرية منتبهة للفرق ومنتبهة لخطورة الآثار الاجتماعية ومنتبهة لخطورة الاختلاط بالمجرمين في السجون وخطورة حرمان الأسر من عائلهم سواء ست أو راجل، فقررت أنها تتدخل. لكن من وجهة نظري أنا أرى أنه لابد من عمل توعية اجتماعية شديدة، لأن إحنا بنقرأ كلنا عن الغارمين والغارمات في معظمهم، هتبص تلاقي تقول لك كنت بجهز بنتي فبشتري لها إيه عشان الناس عشان الناس ما تكسرش عينها عشان ما حدش يعايرها، بس مش ممكن عشان ده
امضي على ورق يدخلني السجن ويحرم بنتي مدى الحياه مني على فكره ويعايرها طول العمر ان امها اتسجنت. اذا احنا محتاجين لا توعيه احكام اجتماعيه لا نهايه لها من الحياه كتيره جدا، فاحنا محتاجين توعيه اجتماعيه تنقذ الاخرين اللي لسه ما مضوش اللي لسه ما دخلوش، عشان ما تبقاش ظاهره مستمره انا بطلع ناس وناس بتخش مكانها. لا، احنا محتاجين توعيه اعلاميه وثقافيه ومن منابر الجوامع والكنائس وكل الكلام، كل المؤسسات الدوله، يا جماعه ما تعملوش كده، ما تمديش على ايصال امانه ولا شيك على بياض عشان تجهزي بنتك فنلاقي روحك دخلتي السجن. ما تمديش على ايصال امانه عشان تشتري عربيه للراجل عشان تسوق عليها وتجيب لقمه عيش لاولادك فتتعثر في سداد قسط فنلاقي تلاقيك داخل المحكمه بجنح الشيك بدون رصيد واخد لك 3 سنين، لانه انت اصلا مش مجرم واصلا العلاقه مدنيه. فدي مساله مهمه، انتباه الدوله المصريه للمشاكل الحقيقيه اللي ما حدش كان بيسلط الضوء عليها. يعني في ناس تتكلم كلام كبير كده نظري وما تقول لهم طب يا عم قدم حل المشكلة يلخبطنا، تلاقي راسنا اتعوجت من كتر الكلام. الدولة المصرية بتبص بعينها على الناس. انت عندك اطفال في المدرسة، ليه بتطلعهم من المدرسة؟ اللي مش قادر اصرف عليهم انا هصرف وهديك تكافل وهخلي ولادك تتعلم هدعمك. وفكرة كمان اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، يعني الرئيس دايما دايما مهتم بالمراه والدوله مهتمه دلوقتي، بقى في واضح ان في طفره في الاهتمام بالمرأة. مثلا برنامج زي مسطوره للمراه المعيله واللي هو بيساعدها وبيوفر لها تمويل عشان تعمل مشروع صغير متناهي الصغر، بدون من 4 ل 20 ألف جنيه عشان تقدر تعمل مشروع، ده برضو برنامج مهم. يعني المراه بالبلدي يقولوا عليها عمود الخيمه، صح، سقف البيت. المراه تحاجي، المراه تضلل، صح، المراه هي معلش تعمل جمعيه وتجوز البيت وتعمل جمعيه وتشغل الواد ولو جوزها عي تسنده وتشتغل جنبه. ولما كانت البلد هتضيع خرجت في اول الصفوف ضد الاخوان وضد الارهابيه وضد الفاشيه الدينيه وضد القمع وضد كل حاجه. فالمراه ارقام كتيره بتقول ان نسبه النساء المعيله دي نسبه كبيره تصل الى 30% من الاسر المصريه بتصرف عليها الستات لأسباب مختلفة، الراجل مريض، الراجل عيان، الراجل مش موجود، هي مطلقة، الراجل مسجون، أيا ما كان. الستات للأسف في قطاعات كتيرة من المجتمع مش مؤهلة لسوق العمل بجد. فبرنامج مسطورة أنا هديكي قرض تعملي مشروع، ما كانت خياطة، ما كانت تريكو، وهساعدك تبيعي منتجاتك، هتعملي مشروع جبن صغير وأنت قاعدة في البلد زي ما بتعملي لإنتاجك المنزلي هتعملي لي البيع. دعم النساء، هدعم النساء، هدعم الأطفال عشان ما يتشردوش ويبقوا أطفال شوارع، هدعم الرجالة عشان ما تسرقش وما تختلسش وما تخشش سجن، هدعم الوطن، لأن زي ما احنا شفنا في طوابير الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية النساء دول اللي هم طلعوا من العشوائيات واللي بتوع حياة كريمة واللي بتوع مسطورة واللي بتوع تكافل وكرامة بينزلوا يقفوا في الطوابير لأنهم شايفين أن اختيارهم يعني عاكس على حياتهم بالأحسن. نروح بقى لمنظومة النقل، لأنه امبارح أيضا الرئيس التقى بالسيد وزير النقل ويعني وجه بضرورة الاستمرار في تطوير هذا القطاع المهم وتعزيز القدرات الخاصة بقطاع النقل في مصر. قولي لي برضو شايفة الاهتمام الرئاسي ازاي بقطاع النقل وإلى أي مدى ده بيبقى له مردود، يعني عندما يتم تطوير هذا القطاع المهم ده بيبقى مردوده إيه على التنمية في كافة المحافظات؟ هي أولا الناس لما بتسمع قطاع النقل بتتصور إننا بنتكلم عن الطرق. يعني ما تقولي قطاع النقل الفكره البسيطه بنتكلم على ايه؟ بنتكلم عن حاجات كتيره جدا. قطاع النقل ده بيضم اشياء كتيره جدا احنا مش واخدين بالنا، بيضم قطاع الطرق والكباري طبعا وقطاع السكك الحديديه بكل بقى السكك الحديد والمزلقانات والكباري والجرارات شوفي السكك الحديد بتنقل كام مليون مواطن في اليوم وكام مليون مواطن في السنه. النقل يعني المواني، المواني بتاعتنا اللي موجودة على البحرين كلها تبع النقل، مش كده؟ النقل النهري تبع النقل، مترو الأنفاق تبع النقل، يعني في أشياء كتيرة جدا تبع قطاع النقل. مصر من أول لحظة كان عندها خطة استراتيجية لتطوير قطاع النقل. يعني إيه؟ أولا بدأنا في استحداث طرق وبدأنا في تطوير طرق موجودة، واستحداث الطرق وتطوير الطرق مش رفاهية، دي ضرورة لازمة للاستثمار
للصناعة، مهم قوي ان انا يبقى عندي المصنع بيعرف يطلع بضاعته ينقلها يوصلها للميناء، فلازم يبقى عندي طريق ماشي. فانا بستحدث طرق، بطور طرق علشان اقلل وقت السواقة واستهلاك الوقود والضغط على اعصاب السواقين والوقت اللي بيضيع والحوادث، بحسن الطرق وبوسعها بحيث ما يبقاش في حوادث، فترتفع مصر في معدل العالمي لجودة الطرق للمركز 28 بعد ما كانت 150، يعني نطلع كده لفوق جدا. فأنا بحسن الطرق، بحسن السكك الحديد، ببدأ بتحسين القضبان والمزلقانات عشان ما نشوفش الحوادث اللي كنا بنشوفها وفيلم ضد الحكومة والمزلقان اللي دخل في وده مشروع شغال بالفعل، شغال تطوير بالفعل السكة الحديد، وإن أقلب المزلقانات كهرباء، وإنه عشان ما يبقاش فيه عامل بينام ولا واحد بيعدي ولا مش عارف فيه. وبعدين أطور السكك الحديدية، أطور العربيات من درجة أولى وتانية وتالتة وقطارات النوم وغيره، وأطور الجرارات ويقولك. وبعدين عندي ورش، الورش دي بتعمل صيانة دورية، وعندي مدرسة لتعليم الشباب ازاي يبقوا موظفين في هيئة السكك الحديد، فأحسن الخدمة، فاللي يركب القطر يلاقي روحه قاعد في كرسي محترم ويلاقي روحه آمن، ما هوش فجأة القطر هيتقلب بعد ألف شر ولا المزلقان هيخبط في أتوبيس ولا كل الكلام. بعمل مترو الأنفاق، عندي الخط الأول والتاني، بكمل استكمال التالت، وعندي الرابع هيبدأ العمل فيه قريبا، هنبقى رابطين القاهرة من أكتوبر للمهندسين لمصر الجديدة لمين لفين، محطة هليوبلس اللي اتفتحت قريب في الخط التالت العالم كله وقف قصادها قال هذه محطة بمواصفات عالمية. طيب فأنا بعمل بحسن مترو الأنفاق، بحسن السكك الحديد، بعمل خطوط جديدة، بحسن المواني تحسين المواني، يعني بخلي الغاطس اكتر، يعني بخلي سفن اقوى تقدر تيجي شايله بضاعه اكتر، بيبقى عندي طرق انقل البضاعه للمستهلك للتاجر، وبنقل البضاعه من المصنع، بخلي المستثمر اللي عايز يجي يستثمر عندي واثق ان البنيه التحتيه للخدمات اللي هيلاقيها موجوده. مش هقول له يا عم انا هديك حته ارض تطلع في الصحراء، عايز مواصلات مفيش، عايز ينقل عماله مفيش، عايز ينقل بضاعته مفيش، بضاعته تبوس في الشارع من الشمس من البرد كل الكلام ده. فأنا تطوير قطاع الطرق بيوفر فرص عمل عشان أنا عندي شباب عايز يشتغل، وبالتالي معدلات البطالة تقل من 13% ل7%، مش بس بسبب قطاع الطرق إنما بسبب المشروعات القومية كلها. بوفر الظروف للمستثمر انه يجي يلاقي مينا صالحة وطريق صالح وكوبري صالح وسكك حديدية صالحة، بخلي حياة الانسان المصري ايسر، بدل ما يطحن في المواصلات هيركب المترو من حلوان لمصر الجديدة لستة اكتوبر، ثم بعمل قطار كهربائي ومونوريل، اسمه مونوريل، المونوريل في العاصمة الإدارية، لستة اكتوبر، والقطار الكهربائي لربط العاصمة الإدارية وأحياء القاهرة. بنوع في أنواع المواصلات وفي أشكالها عشان في الأوتوبيسات اللي اتعملت، حتى شركات النقل الخاصة اللي بتنقل الركاب سواء كانت عربيات زي التاكسيات أو زي الأوتوبيسات اللي بتنقل، كل الكلام ده في النهاية بيخلي حياتنا أحسن طبعا أكيد. على المستوى أنا بنتي بتنزل، لما كانوا بيروحوا كاس الأمم الأفريقية في الاستاد كانت بتنزل تركن عربيتها في حتة قريبة من البيت وتركب الأوتوبيس اللي بيوديها الاستاد وترجع بيه، وهو أوتوبيس هي وابنها قاعدين آمنين وفي مكان محترم والسائق مدرب والأوتوبيس نظيف وكل الكلام ده بيخلي حياتنا أحسن. هما ما بيطوروش قطارات الدرجة الأولى فقط، خدي بالك سكك حديد مصر دي مؤسسة جبارة. سكك حديد مصر هي السكك حديد رقم 2 على العالم والأولى في أفريقيا، 2 على العالم بعد بريطانيا، ومن 1800 تمام. فأنا النهاردة بطور سكك الحديد لأن كانت الخدمات انهارت، كانت حياة الناس بقت أصعب. طيب الرقم أنا عايزة أتكلم حياتك يعني أو أعرف قراءتك إيه للرقم اللي تم الإعلان عنه، إن هو الإنجازات اللي تمت في مجال الطرق والكباري من 2014 ولحد 2019 تم صرف 32 مليار جنيه يعني على هذه الإنجازات، شايفة الرقم ده إزاي أستاذة أمير؟
انت عارفه انا لما طب هجهز بقى شغل على قطاع النقل هتلاقيني بتكلم كده من غير ارقام. ليه؟ كل فتفوته في قطاع النقل فيها ارقام كبيره فيها ارقام كبيره. يقول لك في مرفق السكك الحديد تم تجديد 500 كيلو سكك حديد وتطوير وصيانه 100 محطه وتطوير شامل ل 400 مزلقان وتطوير واضافه 240 عربه مكيفه وتطوير 500 عربه اخرى وسيتم استلام 1590 عربه سكه حديد. الرقم اللي قلتيه رقم ضخم. 32 مليار 32 مليار واحنا 100 مليون بنطور قطاع مهم منعكس في كل تفاصيل حياتنا. انا ما اقدرش انزل اروح شغلي ولو ما فيش طرق ولو الطرق مقفوله ما لحقش المحكمه واللي رايح شغله يترفد لانه يقولوا عليه مهمل ما وصلش ولو عربيه اسعاف ما تعرفش تودي عيان المستشفى ولو مصنع العمال ما يعرفوش يوصلوا فالانتاج يقف. فانا محتاجه طريق ومحتاجة مواصلات ومحتاجة مترو أنفاق ومحتاجة سكة حديد توديني هنا وتجيبني هنا وتنقل بضايع. فالرقم كبير. وعلى فكرة كل مشروعاتنا القومية كل القطاعات اللي اشتغلنا فيها هتلاقي الأرقام كبيرة. وعندنا الصور على الشاشة حاجة مشرفة. يعني المشروع القومي للطرق الصور بتاعته موجودة على الشاشة حاجة تفرح الحقيقة. من كام يوم كان في مجموعة من الأصدقاء رايحين المنصورة فمشوا على طريق بنها الحر ورجعوا يقولوا شعر هو في الوقت. انا مش عارفه لو هو ده اللي على الشاشه ولا انا من 3 ايام خدت محور رود الفرج من شبرا ونزلت في ابو رواش. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطريق ده؟ الطريق واسع وماشي مختل. انا قعدت احسب لو كنت رجعت من شبرا لاكتوبر عبر الطرق العاديه بعيدا عن محور رود الفرج كنت خدت لي ساعتين ونص على الاقل. أكيد. على الاقل على ما اقف هنا في طيب قطاع النقل هي الانفاق اللي فتحت عشان نعدي سينا فالعربيات بدل ما تقعد 4 ايام تعدي في 20 دقيقه. ده مش نقل، ده يسهل الحياه. أكيد. يسهل التنميه في سينا. ده قصه كبيره قوي. تمام. الازمه الليبيه شايفه تطورات الوضع هناك ازاي؟ الازمه الليبيه اولا انا شخصيا على المستوى الشخصي يعني سعيده جدا انه حفتر وعقيلة صالح غدروا موسكو امبارح دون توقيع على اي اتفاقيات. ليه؟ لانه احنا حفتر راح موسكو وبيقول انا مستعد اوقع على اتفاقيات، لكن اتفاقيات بتقول ايه؟ اتفاقيات تسيب الميليشيات الارهابيه ترعى في ليبيا؟ مش ممكن. اتفاقيات تقول اطلع وابعد عن طرابلس؟ مش ممكن. اتفاقيات تقول انه ادي وقت عشان تركيا والجنود اللي عايزين يبعتوهم يخشوا ينسقوا مع الميليشيات الارهابيه ويتملكوا يسودوا الارض ويغيروا الواقع؟ مش ممكن. لازم هنا اقول شويه حاجات مهمه. اقول انه السراج زي الليبيين ما بيقولوا رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي انتهت صلاحياته منذ عامين وهم بيقولوا عليه فاقد الشرعيه. صحيح. اللي راح حكومة غير شرعيه راح مضى اتفاقيات مع تركيا وكل القصه انه اصبح مسؤول التنسيق بين قطر وتركيا والميليشيات الارهابيه وعشان كده مدعوم بالحمايه. وعلينا ننتبه. انا سالت روحي امبارح هو اردوغان رايح موسكو ليه؟ هو اردوغان صفته ايه في ليبيا؟ صحيح. لولا الاتفاقيات الباطلة اللي مضاها مع السراج فاقد الصلاحية والشرعية لولا انه ما كانش قاعد هناك. ثم الوفد اللي كان مع السراج كان فيه مين؟ وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع التركي. اغرب من كده ما شفتش. يعني الفريق حفتر رايح ممثل للجيش الوطني الليبي ومع رئيس البرلمان عقيلة صالح واخرين يمثلوا ناس جاية من ارض من بطن ليبيا من الواقع. طيب السراج فقد الصلاحية والشرعية رايح معاه وزير الخارجية والدفاع التركي بتوع ايه واولياء امره؟ يعني رايح ياخد منهم الاذن يسندوه؟ لا، هو الحقيقة بلا صفة وبلا وجود على الارض. الميليشيات الارهابية في ليبيا تدعمها تركيا احنا كلنا عارفين. فهم رايحين باعتبارهم الراعي الرسمي. عارفه لما بتعملي حفله ويقول لك الرعاه الرسميين والراعي هم الراعي الرسمي للارهاب في ليبيا. فالراعي الرسمي للارهاب في ليبيا واخد فاقد الصلاحيه والشرعيه ورايحين يقولوا ده هو مضى. هو ما عندوش اي حاجه يتنازل عنها. هو لازم نفك
ثانية اهو، لازم نفك الميليشيات، لازم معلش انا طيب. اهو اهو لا لا استنى، لازم نفك الميليشيات، لازم الجيش الوطني الليبي يحافظ على الارض اللي اكتسبها، لازم الميليشيات المسلحه تقوم بتسليم اسلحتها، لازم ابقى في صلاحيه للجيش الوطني الليبي انه يكافح الارهاب والميليشيات. لما حفتر لقى ان الكلام ده ما حصلش، وانه ما هو معروض عليه لا يليق باحفاد عمر المختار. هو قال ان في ثلاث اسباب للمغادره، يعني او قيل ان في، مش هو قيل ان في ثلاث اسباب للمغادره تتمثل في عدم وجود جدول زمني لانهاء الميليشيات الارهابيه، وجود ثغرات كبيره في بنود الاتفاق، مع تمسك كمان طبعا الجيش الليبي بانه ما يبقاش في بقى مزيد من الاساله لدماء الشعب الليبي. فلما لقى ان ثلاث يعني البنود المهمين دول مش موجودين. اذا وجودهم لم يكن اولا هم دايما يقولوا يعني طرفي الأزمة الليبية. الحقيقة أنا مش شايفة في طرفين للأزمة الليبية، أنا شايفة في جيش وطني مدعوم بالبرلمان، مدعوم بالشعب الليبي، وفي جماعة إرهابية يمثلها شخص فقد الصلاحية والشرعية، مدعومة بقوى خارجية، سواء قطر اللي بتمول الإرهاب في المنطقة أو تركيا صاحبة الأطماع الإقليمية. فما فيش طرفين، أنا عندي طرف واحد حقيقي على الأرض. وزي ما بقولك حفتر لما لقى، طب انتوا هتعملوا ايه في الميليشيات صحيح؟ يعني هنمضي على اتفاق ونرجع نلاقي الميليشيات لسه بتخزن اسلحه ولسه محتله مناطق ولسه بتموت الليبيين، وتقولوا اصل احنا عاملين هدنه، لو جينا نرد عليهم تقولوا انتوا خرقتوا الهدنه وافسدتوا اتفاق وقف اطلاق النار؟ عمر المختار لانه في يعني في كده قناه ليبيا الحدث قالت امبارح القائد العام للقوات المسلحه المشير خليفه حفتر الغادر في وقت سابق من هذه الليله موسكو، ولن يكون هناك توقيع على اي وثيقه على حساب تضحيات الابطال وطموحات الليبيين ومنع الجيش من ممارسه حقه. تضحيات الابطال، هم يفخروا الليبيين يفخروا انهم احفاد عمر المختار ومقاومه الاحتلال الايطالي. عمر المختار قال وهم مؤمنين زيه، إني أؤمن بحقي في الحرية وحق بلادي في الحياة، وهذا الإيمان أقوى من كل سلاح. وقال لهم يمكنهم هزيمتنا إذا نجحوا باختراق معنوياتنا. الأهم حين يقاتل المرء لكي يغتصب أو ينهب زي أردوغان وزي المحتل الإيطالي، قد يتوقف عن القتال إذا امتلأت جعبته أو أنهكت قواه، لكن حين يحارب، لكنه من يحارب من أجل وطنه يمضي في حربه إلى النهاية. عشان كده فريق حفتر مش امبارح اللي جاي ايه، وده السؤال الأخير، يعني تتوقعي ايه التطورات القادمة في ليبيا؟ اللي جاي ان الجيش الوطني الليبي سيزيد من، سيصل إلى طرابلس ويحرر طرابلس من الميليشيات الإرهابية. الجيش الوطني الليبي والشعب الليبي سيتصدى لأي محاولة للغزو الخارجي، تركيا أو غيرها. الجيش الوطني الليبي مدعوم بالشرعية الدولية وبإرادة الشعب هيغير. لما نروح برلين هيبقى الوضع مختلف. خليني أقولك النهاردة حصل شيء غريب جدا، عشان كده بقولك هم كانوا رايحين ليه. أردوغان بعت وزير الخارجية وزير الدفاع مع السراج امبارح موسكو، وكان متصور انه خلاص هي ليبيا وقعت في حجره، حفتر هيمضي والسراج هيمضي وهو هيدخل جيشه ويدعم الارهابيين. لما ما حصلش كده عمل تصريحات في منتهى الغرابة تخالف الاعراف الدولية وتخالف انت اصلا مش ليبي. قالك لن نتردد في تلقين حفتر الدرس اللازم. مين حضرتك لن نتردد؟ قال بتسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا؟ لو لم تتدخل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد. يعني القصة لا يوجد خيانة ولا عمالة، القصة اتقلبت. يعني قائد الجيش الوطني المدعوم بالشعب الطامع الغازي أردوغان بيسميه انه كان هيستولي على البلد، على بلده، هيستولي على بلد. وانت اللي جاي من الشارع معدي البحر وجايب شوية مرتزقة وميليشيات متصور ان ليك حق. ليبيا ستنتصر
والجيش الوطني الليبي سينتصر والميليشيات الإرهابية ستهزم وقريبا جدا. ودايما الجملة اللي أنا بقولها الأرض بتحارب مع أصحابها، أول ما يبتدوا يروا الأرض بدم الشرفة الأرض تحارب وتنتصر لأصحابها. ده اللي هيحصل في ليبيا. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الأستاذة أميرة بهية الدين، شرفتينا وأشوفك في مواجهة جديدة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. وخلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الثانية عن التعاون المصري الفرنسي في مجال الفضاء. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. في مواجهتنا دي هنتكلم عن أهمية بروتوكول التعاون اللي تم توقيعه النهاردة بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الفرنسية، وإلى أي مدى يساهم في تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا في مجال تكنولوجيا الفضاء، مع مناقشة دور وكالة الفضاء المصرية في مجالات التنمية. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي المهندس أحمد يوسف، مدير مركز التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك يا باشمهندس. والأول قبل ما نبدأ حوارنا اسمح لي بس نبدأ بهذا التقرير حول بروتوكول التعاون بين الوكالتين المصرية والفرنسية اليوم. بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير الفرنسي بالقاهرة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الفرنسية ووكالة الفضاء المصرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد. تعاون يأتي من أجل توطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية. النهاردة بنتوج اتفاقية ما بين مصر وفرنسا في مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، وأيضا في مجال الاستشعار عن بعد، عن طريق استضافة مش بس مسيو ليجال اللي هو على رأس المنظمة أو على رأس وكالة الفضاء الفرنسية، لكن أيضا معاه مجموعة من الخبراء والعلماء في هذا المجال حتى يتم لقاء متبادل مع برنامج الفضاء المصري. الفضاء له مكانة كبيرة وجانب جديد في الحياة، ومصر وفرنسا لديها خبرات مشتركة في هذا المجال، والآن مصر تحاول أن تخترق هذا المجال ويصبح لديها خبرات كثيرة فيه، وستصبح شريكا لفرنسا في اكتساب الخبرات المتبادلة بينهم، ونحن اليوم بصدد توقيع البروتوكول. ويهدف هذا التعاون بين الوكالتين إلى تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر المصرية وتدريبها بوكالة الفضاء الفرنسية، فضلا عن العمل على الأبحاث الفضائية المشتركة، لا سيما وأن مصر ستستضيف وكالة الفضاء الأفريقية التي ستنشأ قريبا، وستطلق قمرا صناعيا بمشاركة 5 دول إفريقية باسم قمر التنمية الإفريقية. لو اتكلمنا على وكالة الفضاء الفرنسية فاحنا بنتكلم على ثاني أهم وكالة في العالم بعد وكالة الفضاء الأمريكية، وبالتالي التعاون بين وكالة الفضاء المصرية اللي هي لسه ناشئة والتعاون مع وكالة يعني قديمة ومؤسسة جيدا وليها مصانع وليها شغل في مجال الفضاء منذ 60 عام، لأن هي انشأت من 60 عام، فهذا يعتبر فرصة كويسة جدا للوكالة المصرية أنها تكتسب هذه الخبرات. وكالة الفضاء الفرنسية التي أنشئت عام 1961 هي واحدة من أقدم وأهم وكالات الفضاء حول العالم، وكان قد سبق لها التعاون مع مصر في إطلاق القمر الصناعي المصري نايلسات عام 1996. رجعنا لحضراتكم واهلا بحضرتك مره تانية مهندس احمد يوسف. يعني كلمنا عن اهميه بروتوكول التعاون ما بين الجانب المصري والفرنسي في مجال تكنولوجيا الفضاء، وايه العوائد اللي هتعود علينا من هذا البروتوكول. البروتوكول اللي تم توقيعه النهارده بيفتح مجال تبادل الخبرات والاستشارات بين وكاله الفضاء المصريه والعاملين في صناعه الفضاء في مصر مع الجانب الفرنسي. الجانب الفرنسي وكالة الفضاء المصرية تم إنشائها سنة 1961، بقى لها باع طويل جدا طبعا، وتعتبر من تاني وكالة فضاء على مستوى العالم بعد الناسا. دي هتتيح لنا فرصة ان احنا نتعاون بنقل خبرات وثقل الخبرات الجانب المصري الذي بيعمل في صناعة الفضاء عن طريق التعاون مع الجانب الفرنسي. ده عن طريق ان احنا ممكن يبقى في ابتعاث لبعثات هناك، تعاون مشترك في مشاريع بين مصر وبين فرنسا. كذلك ان البروتوكول النهارده لما تم مناقشته فتح افاق اخرى
لصناعة الفضاء. احنا دايما عندنا هنا في مصر الثقل في صناعة الفضاء متمثل في الجانب الهندسي والجانب التطبيقي. الجانب الهندسي اللي هو التخصصات الهندسية المختلفة اللي بتعمل في بناء القمر الصناعي، والجانب التطبيقي اللي هم بيستفادوا أو بصور الأقمار الصناعية. النهاردة اتفتح قدامنا كمان أفاق أخرى، زي إن احنا ممكن نزود الثقل بتاعنا في جوانب زي مثلا الفاينانس اللي هي اقتصاديات الفضاء، قوانين الفضاء. فبقى في مجالات أخرى إن احنا ممكن نتعاون مع فرنسا فيها تزيد من الخبرات المتواجدة في مصر حاليا. ممتاز. طيب ليه اختارت الوكالة المصرية التعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية يمكن تحديدا؟ احنا طبعا التعاون بيننا وبين فرنسا بقاله كتير جدا، يعني احنا بدأنا مثلا كان بالنايل سات في اواخر التسعينيات، وبعد كده هو مررنا في نوفمبر 2019 كان اطلاق القمر المصري طيبة واحد للاتصالات، كذلك برضو في ديسمبر 2019 تم توقيع عقد بناء القمر نايل سات 301 ان شاء الله يطلق في 2022. ففرنسا بما لها من ثقل في مجال الفضاء ونتيجة التعاون، احنا النهاردة لما بنتكلم بادئين من 98 النهاردة، يعني داخلين في حوالي اكتر من 20 سنة تعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية، فكان لازم يتوج هذا التعاون بتوقيع بروتوكول زي اللي تم النهاردة. تمام. طب وترتيب الوكالة الفرنسية ايه عالميا؟ الثانية بعد الناسا. الثانية على طول بعد الناسا، اللي هي يعني هي طبعا هي وكالة الفضاء اتأسست في 61، وكان من اهم نتائجها ان هي اسست ايزا اللي هي وكاله الفضاء الاوروبيه، دي كانت سنه 75، اللي هي بتعد تاني وكاله فضاء من ناحيه القوه بعد الناسا. طب ايه برامج التدريب اللي منتظر ان هي تقوم بيها الوكاله الفرنسيه لكوادرنا المصريه؟ هقول لحضرتك النهارده مثلا كان في متواجد في الوفد الفرنسي، كان في قادة من معهد ISU اللي هو International Space University، جامعة الفضاء الدولية. جامعة الفضاء الدولية دي بتدي كورسات لمختلف دول العالم. الميزة إن التخصصات دي في منها كتير جدا مش متوفر عندنا هنا في مصر، زي ما أنا قلت لحضرتك مثلا اقتصاديات الفضاء، الماركتينج التسويق للصور الفضائية، القانون الفضائي. فكل المجالات دي فتحت فرصة جديدة للمصريين ان احنا نتعلم هذه المجالات. الكورسات دي مش رخيصة، يعني بتتراوح مثلا اسعارها من 18 ل 25 الف يورو، بس نتيجة توقيع بروتوكول زي النهاردة ده ممكن نحصل على سكولرشيب او منح ان احنا نقدر نبعث العاملين في صناعة الفضاء لتلقي هذه الدورات والتدريبات. طب وده هيأثر ازاي على خبراتنا فعلا والتوسع بقى زي ما حضرتك كنت بتقول في وكالتنا احنا المصرية وخبرانا؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا الثقل اللي موجود عندنا هو في الجانب الهندسي وفي الجانب التطبيقي، لكن المجالات الاخرى دي لم تطرق بعد. دي بقى هنستفيد منهم فيها. دي هنستفيد منهم فيها، لان هم برضو دي تبع، يعني دي استكمال لمنظومة الفضاء. منظومة الفضاء مش المهندسين بس، مش الجانب الهندسي بس والجانب التطبيقي بس، لازم يشمل باقي الجوانب الاخرى الموجودة دلوقتي. طب مستقبل التعاون ما بين يعني مصر وفرنسا هتكون ايه برضو في الفترة اللي جاية في مجال تكنولوجيا الفضاء يا باشمهندس؟ توقعنا ان بجانب التدريب والبعثات اللي ممكن تروح لفرنسا، نتوقع ان يبقى في مشاريع مشتركه بيننا وبين فرنسا، مشاريع مشتركه عن طريق اللي هو تصميم اقمار صناعيه او تصنيع اقمار صناعيه، كذلك ممكن نستفيد بصور اقمار الصناعيه التي تملكها وكاله الفضاء الفرنسيه، ونضيف عليها التطبيقات حسب ما احنا محتاجينها، هل تطبيقات زراعية، تطبيقات حماية شواطئ وهكذا.
هل متوقع ان في الفتره اللي جايه يبقى في بروتوكولات تعاون تانية مشابهه مع وكالات فضاء اخرى يا باشمهندس؟ أتوقع واهمها كده. ايه اتوقع ان هيبقى في بروتوكولات دوليه تانية مع دول اخرى، لان يعني على يعني بالقدر ان وكاله الفضاء المصريه وكاله ناشئه لسه يعني في مراحلها الأولى، لكن عندها كوادر كويسة قدرت تعمل حاجة، ومتهيألي إن ده سبب شجع وكالة الفضاء المصرية الفرنسية آسف إن هي تقدم على التعاون مع مصر في هذا المجال. طب وبالنسبة للتعاون مع وكالات الأمريكية الروسية أخبارها إيه؟ التعاون مع وكالة الفضاء الروسية موجود، وكان القمر إيجيبسات 2 ده كان تم إطلاقه في أوائل 2019، ده كان عن طريق وكالة الفضاء الروسية. كذلك احنا في تعاون مع دول أخرى، مثلا حاليا بنتعاون طبعا مع وكالة الفضاء الصينية، بنتعاون كذلك مع شركات في ألمانيا في بخصوص الأقمار الصناعية. إيه المطلوب يعني في الفترة اللي جاية يا باشمهندس لنقل وتوطين وتطوير يعني علوم وتكنولوجيا الفضاء في مصر؟ محتاجين إيه؟ محتاجين إن احنا يعني احنا في قانون إنشاء الوكالة كان من أهم أهدافها أو أول هدف لها هو نشر الوعي الفضائي بين أطياف المجتمع المختلفة. احنا ان شاء الله في 30 يناير الشهر ده في اليوم الفضاء المصري، الحدث ده عاملينه علشان نصنع كانسات ده يعني قمر صناعي صغير جدا عن طريق مشاركة طلبة المدارس والجامعات. فاحنا يعني عايزين نوصل لنشر ثقافة الفضاء من اول المدارس مرورا بالجامعات. احنا الجامعات في بروتوكولات تم توقيعها مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية، البروتوكولات دي مش ورق وبس، لا دي لكل بروتوكول بيتبعه مشروع بيتنفذ، المشروع سواء قمر صناعي أو نظام مصغر في القمر الصناعي. فمهم جدا نشر الوعي بين النشء اللي موجود بحيث ان احنا يبقى نوصل لمرحلة يبقى عندنا طالب أو تلميذ في مدرسة يقول أنا نفسي لما أكبر أشتغل في وكالة الفضاء أو أشتغل في صناعة الفضاء. طيب خلينا نروح فعلا لدور وكالة الفضاء المصرية، إيه هو الدور اللي بتقوم به هذه الوكالة وإزاي بتساهم كمان في جهود التنمية اللي بتقوم بها الدولة المصرية يا باشمهندس؟ الوكالة بتقوم بدور في التنمية. الفضاء أصبح حاليا الفضاء لا مش رفاهية خلاص، يعني احنا في القرن 21 الفضاء ما بقاش بقى رفاهية، بقى ضرورة مهمة جدا جدا جدا. وأحد أعمدة التنمية في البلد هو الفضاء. الفضاء عن طريق صور الأقمار الصناعية أنا بقدر مثلا لو استخدمنا الجانب في جانب الزراعة مثلا، أنا أقدر عن طريق القمر الصناعي بصور الرقعة زراعية معينة، عن طريق استخدام تطبيقات معينة بقدر أقول أخمن أنا عندي محصول قد إيه من هذا، كمية المحصول ده قد إيه السنة دي، ده هيتاخد عليه قرار هل المحصول ده هيكفيني ولا أقل من الاحتياجي فهضطر إن أنا أستورد، ولا هو هيبقى فائق عن احتياجي فأنا أقدر أصدر. فده في الجانب مثلا الزراعي. في جانب حماية الشواطئ مثلا أقدر إن أنا لو حبني مثلا قرى سياحية، حبني مواني، أبقى دارس هل المكان ده مناسب لإقامة مثل هذا المشروع أم لا. كذلك التنمية، يعني إحنا لسه كنا بنتكلم في الفقرة السابقة عن الطرق. الطرق دي كلها اللي بتتبنى أكيد وكالة الفضاء هيبقى لها دور فيها أكيد. زي إيه؟ عن طريق استخدام صور الأقمار الصناعية. أنا دلوقتي لما باجي أصور صورة بكاميرا عادية أو بموبايل بتبقى المسافة قريبة، لما باخد الصورة دي من قمر صناعي على بعد 600 كيلومتر بتبان عندي تفاصيل أكتر مش هتبقى باينة عندي وأنا على الأرض. التفاصيل دي هتساعدني في اتخاذ القرار، زي ما كنت بقول لحضرتك مثلا لو أنا هبني قرية سياحية هنا أهو، فلو أنا واقف على الأرض شايف شاطئ جميل، لكن الصورة والمكان من فوق أكيد مختلفة، الصورة من فوق مختلفة هتبين لي مثلا إن الموقع اللي أنا مختاره ده واقع في مخر سيل، فممكن بعد انا ما ابني واصرف ممكن يجي سيل يشيل المكان. فساعتها انا اعرف اخد قرار يا اما انقل المكان يا اما اتلافى اثار
حاجه زي كده. طب والوكاله دورها ايه بقى في الاكتشافات البتروليه كمان الجديده؟ الاكتشافات البتروليه الجديده دي عن طريق يعني مبدئيا ان احنا عن طريق الصور اللي احنا ممكن نتعامل بيها مع وكاله الفضاء الفرنسيه او الوكالات الاخرى، عن طريق تحليل الصور دي ممكن نصل لاماكن تواجد الابار البترول او الغاز اللي موجودين في مصر. والزراعه بقى والمشاريع الزراعيه زي ما قلت لحضرتك، هو القمر الصناعي بتبقى عليه الكاميرا، وبعد كده هو انا الصوره دي باخدها اشتغل عليها ايه، هل هشتغل عليها كتطبيقات زراعيه ولا تطبيقات مائيه ولا توسع عمراني، فحسب التطبيق اللي انا هطبق على الصوره دي. طب هل احنا عندنا يا باشمهندس يعني بنيه اساسيه تعليميه كافيه لتخريج الكوادر اللي هتحتاجها هذه الوكاله للعمل بها، ولا احنا لسه في طور الاعداد لده؟ ده سؤال كويس جدا. احنا الحمد لله دلوقتي بقالنا 3 سنين دخلنا الجامعات، والجامعات معظمها طبعا كليات الهندسه، بنتعامل مع سنة تالتة ومع سنة رابعة، وبندخل معاهم مشاريع مشتركة، بنديهم مشاريع لأجزاء من قمر صناعي وهم بينفذوه تحت إشرافنا، وفي الناتج إن الطلبة دول اللي هم عملوا المشروع التخرج بتاعهم المؤهل منهم بيجي يشتغل معانا، وبالتالي يبقى أنا دربته وهو لسه في الكلية، لما تخرج بيجي عندي مش محتاج التدريب، خلاص كان اتدرب في فترة دراسته. وبالتالي يعني نقدر نقول ان عندنا الكوادر الكافيه ولا عندنا ولا كوادر بس لسه مش كافيه؟ احنا لسه دلوقتي زي ما قلت لحضرتك احنا عملنا بروتوكولات مع جامعات ومراكز بحثيه كتير جدا، لان احنا عايزين نوسع القاعده بتاعه صناعه الفضاء في مصر. طيب خلينا نروح برضو للمشروعات بقى الخاصه بهذه الوكاله، يعني مثلا قمر التحالف، اشرح لنا اكتر ايه هو، وده المفترض انه يتم اطلاقه هذا العام مش كده؟ ان شاء الله. طب اشرح لنا اكتر هذا المشروع. قمر التحالف هو ان شاء الله هيبقى قمر عباره عن 3U، 3U يعني 30 سنتي في 10 في 10 سنتي. القمر التحالف بيشتغل فيه 11 جامعة ومركز بحثي. هو المفروض ان هو تطور بعد اللي احنا عندنا قمرين، كان نارس كيوب 1 ونارس كيوب 2 اللي تم اطلاقهم في 2019. القمر التحالف هيبقى نفس الموديل بس الحجم بتاعه اكبر. من الميزات او من الفوائد اللي طلعنا بيها من امر التحالف ان احنا دلوقتي عندنا 11 جهه في اماكن مختلفه بنتعاون مع بعض لاخراج مشروع، فيعني التيم وورك وفريق العمل مع اختلاف اماكننا واختلاف تواجدنا، فان احنا نطلع مشروع فده في حد ذاته فايده كبيره جدا. بالاضافه كمان ان احنا مثلا كان في القمرين اللي فاتوا اللي هو نارس كيوب 1 ونارس كيوب 2 عملنا الاختبارات البيئيه عليهم مش في مصر، في اليابان. تمام. لكن دلوقتي ليه اليابان؟ احنا لان احنا في بروتوكول تعاون مع اليابان. اوكي. بلس ان احنا في اجهزه معينه للاختبارات مش متوفره عندنا في مصر. من شهرين بالظبط بدانا نوفر الاجهزه دي، فان شاء الله الامر التحالف نبدا نطبق الاختبارات دي، نبدا نطبقها في مصر. طيب الهدف ايه يعني من وراء قمر زي ده؟ ايه اللي هيتحقق لنا منه؟ القمر عليه طبعا كاميرا، الكاميرا دي هتجيب صور اللي انا هقدر بعد كده استفاد بيها في مجال من المجالات المختلفه اللي ذكرناهم. غير كده كمان ان احنا بدانا نوطن الصناعه عندنا، احنا دلوقتي القمرين اللي هو نارس كيوب 1 ونارس كيوب 2 دول اتعملوا بايادي مصريه بنسبه 100% من التصميم للتصنيع للاختبارات. فكون ان انا بعمل قمر تاني للتحالف ده فانا كده بوطن الصناعه اكتر في مصر. طيب نكست سات ده قمر برضو مفترض انه يتم اطلاقه انت 2021؟ في اوائل 2022. في اوائل 22. كلمنا اكتر برضو عن نكست سات والدور ايه اللي هيقوم بيه، وهل هي كلها ادوار مشابهه ولا كل قمر بيبقى له دور مختلف عن التاني؟ هي الادوار مشابهه بس الحجم مختلف. الحجم مختلف. وده بيفرق في ايه؟ بيفرق في تعقيد مدى تعقيد الاجهزه اللي موجوده، كل ما بيبقى عندي المساحه او الحجم اكبر فانا كده بقدر احط اجهزه اكتر بتعقيد اكتر. القمر نكسات احنا بنتعاون فيه مع الجانب الالماني. تمام. وصلنا فيه لمراحل كتيره، في سب سيستمز او اجهزه فرعيه كتيره منه
خلصت وبيتم اختبارها. على آخر السنة دي إن شاء الله هنجمع الأجهزة الفرعية دي عشان يبقى الساتلايت كامل ونبدأ نختبره بإذن الله عشان يكون جاهز في أوائل 2022. وده بيتم العمل عليه بأيادي وكوادر مصرية 100% مصرية بالتعاون مع الجانب الألماني. بالتعاون مع الجانب في تعاون مع الجانب الألماني. برضو قول لنا الجانب الألماني هنا يعني في مشروع زي ده بيتميز بإيه، هيفيدنا بإيه؟ الجانب الألماني هو بيتميز في الحتة دي طبعا برضو ألمانيا برضو إن هي جزء من وكالة الفضاء الأوروبية، فبرضو خبرتها في مجال الفضاء خبرة مش قليلة. بتمثل إن في بعض الأجهزة كان صعب إن احنا نحصل عليها أو ننفذها هنا هو في مصر، فاحنا بالتعاون مع الجانب الألماني قدرنا نعرف كيفية تصنيع هذه الأجهزة. ممتاز. طب إيجيبت سات 2 العمل عليه ابتدى إزاي وفوائده إيه؟ يعني هل هي استشعار فقط ولا له استخدامات أخرى؟ لا، إيجيبت سات 2 هو أمر استشعار من البعد. عليه كاميرا بتصور الجزء اللي أنا عايزه في مصر بالظبط، وبعد كده زي ما قلت لحضرتك الصورة اللي احنا بناخدها من القمر دي بتنزل للأرض وبنعمل عليها التطبيق اللي مطلوب منها، هل تطبيق للزراعة، هل تطبيق للمية، هل تطبيق للصحراء، حسب التطبيق اللي انا هطبقه على الصورة اعرف اخد الداتا اللي انا عايزها. طب ادينا فكرة برضو باشمهندس عن مركز تجميع الاقمار اللي احنا بنشتغل عليه مع الصين. مع الصين. كلمنا عن هذا المركز وايه اللي هيعمله وايه اللي هيقوم بيه، الدور اللي هيقوم بيه. مركز التجميع واختبار الاقمار الصناعية اللي بيتم حاليا في المدينة الفضائية. ده اول مركز من نوعه في افريقيا او في منطقة الشرق الاوسط. ده عنده المقدرة ان هو ان احنا نجمع فيه اقمار تصل وزنها لاكثر من 500 كيلو تقريبا نص طن، وده بيتم بالتعاون مع الجانب الصيني. انتهينا من الانشاءات بالنسبة لهذا المركز بنسبة تصل ل 90%، وحاليا بيتم تجهيز غرف اختبارات معينة موجودة في المركز. ممتاز. يا ريت توضح لنا باشمهندس يعني في ختام حديثنا اهم يعني ملامح رؤيه مصر في مجال الفضاء وتطوير تكنولوجيا الفضاء هنا عندنا. زي ما قلت لحضرتك احنا في الاول طبعا بنعمل على نشر وعي صناعه الفضاء ما بين اطياف الشعب المختلفه، بنحاول نعرفهم ايه فائده الفضاء، هنستفيد بايه كفرد او كمجتمع، هنستفيد بايه من صناعه الفضاء. كذلك ان احنا في سلسله من الاقمار يعني النكست سات اللي حاليا بيتم بالتعاون مع المانيا، المفروض ان دي سلسله، ده نكست سات 1 هيبقى فيه بعد كده نكست سات 2 نكست سات 3 خلال السنوات القادمه، وده هيقل فيه جدا نسبه المشاركه الاجنبيه بحيث ان احنا نصل لنكست سات 3 او 4 يبقى 100% مصريين اللي بنعمله. والمدينه الفضائيه كمان اللي بتشتغل عليها مصر دي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها وكاله الفضاء الافريقيه، قبه سماويه، متحف للفضاء، اكاديميه الفضاء، يعني كلمنا عن المدينه دي. المدينه الفضائيه احنا بنتكلم دلوقتي في مساحه موجوده عندنا حوالي 135 فدان موجودين، موجود حاليا في مبنيين بس اللي موجودين اللي هو مبنى التشغيل الفضائي ومبنى مركز تجميع واختبار الاقمار الصناعيه، و على التوالي هيبدا بناء بقيه البدء في بقيه المباني اللي هي وكاله الفضاء الافريقيه واكاديميه الفضاء ومتحف الفضاء والقبه السماويه، المفروض ان هي خلال الايام اللي جايه دي هنبدا في موضوع البناء ان شاء الله. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس احمد يوسف مدير مركز التشغيل الفضائي بوكاله الفضاء المصريه، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. وبشكر حضراتكم واشوفكم ان شاء الله في مواجهه جديده بكره ان شاء الله معاكم زميلتي لما جبريل في المواجهه، استنوها.